هل المؤمن مع الله قد يكون بعضنا عارفه؟ يعني انا عارف حالي مع الله دلوقتي ايه، وحضرتك عارف حالك مع الله، مكانك او يعني اين اقامك الله في هذا الوقت، وانت بتعمل ايه، وهل في حالة طاعة ولا في حالة معصية، انت تعلم. لكن حال الله معك، يعني مين فينا يعرف حال ربنا معنا ايه؟ احنا يعني حالنا بيتراوح بين المعصية وما بين الطاعة، كلنا على هذا الحال وربنا يرحمنا جميعا. طيب ربنا بقى بيكون موقفه منا ايه، وحاله معنا ايه، ونحن على هاتين الحالتين، في حالة الطاعة وحالة المعصية، بنبقى شغوفين قوي نعرف ربنا حالته معنا ايه دلوقتي. كتير منا بيبقى بيتمنى يعرف مقامي عند الله، حتى ان بعض العارفين قالوا مقامك حيث اقامك، يعني شوف انت مقامك عند ربنا حيث اقامك الله، في حالي في حال يعني معصية لا سمح الله، ولا في حال طاعة. أيا كان، خلينا نتعرف على فكرة حال الله مع حال الله مع العبد من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك. يعني إحنا زي ما كنت بقول، إحنا حالنا بيتراوح كلنا يعني. طبعا. طيب حال ربنا معنا في هاتين الحالتين، في تدرجنا ما بين الطاعة والمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعض. احنا عبيد للرحمن، عبيد للرحيم، عبيد للتواب، عبيد للستير، عبيد للرازق، عبيد للمانع. الله عز وجل يحبنا ويغدق علينا بالعطايا. احنا حالنا مع الله معصية وذنب إلا من رحم ربي، وحاله معنا إطعام وسعة ورزق ولطف ومعية وإمداد ومنع سوء. الناس تأتيهم لحظة من الغفلة ويظن في نفسه الظنون لكثرة مال وولد وعيال ومكانة اجتماعية ومركز مرموق، وقد يتولد عن ذلك اغترار بالذات واستهانة بالمعصية وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى بانتهاك محارمه. وبالتالي زي ما حضرتك أشارت، كل واحد فينا عارف حاله مع ربنا، عارف العطاء اللي أنا بعمله ده صدق لله وإخلاص ولا رياء ولا النفاق ولا سمعة، عارف الطاعة بتاعتي مخلصة ولا لا. في ترمومتر ذاتي داخل كل إنسان، مؤشر ممكن الإنسان ما يعترفش بيه، بس هو جواك عمال ينغزك ضمير ولك انت فين مع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يغفل ان ربنا له صفات جمال وصفات جلال وصفات كمال، ودول مهمين قوي عشان تنضبط العلاقة بينك وبين ربنا. هو صاحب صفات الكمال، فهو السميع وهو البصير وهو الخبير وهو العليم. يبقى اين سمعك من سمعه، وقوتك من قوته، وبصرك من بصره، وعلمك من علمه؟ هتروح فين انت تحت القدرة؟ انت مرئي، يعني تسجيل صوت وصورة زي ما بيقولوا. طيب لا مفر، انت تحت هذا الامر. يعاملك ساعات بصفات الجمال، الرحمن الرحيم التواب الغفور، سنة واثنين وعشرة، بس في لحظة معينة عنده صفات اخرى اسمها صفات الجلال. فاذا كانت صفات الجمال رحمة وعفو ومغفرة ورزق وعطاء، فصفاته الجلال انتقام وشدة، فالمسلم يخشى الله سبحانه وتعالى. طيب أنا طائع، ربنا حاله هيبقى معايا إيه لما أنا في حالة الطاعة؟ ربنا هيعمل معايا إيه؟ صفات الجمال. صفات الجمال، الله ينور على حضرتك. صفات الجمال اللي هي تسديد. في ثلاث نعم عاوزين نأكدهم على طول في كل لقاء. أعظم نعم ربنا يديها لك، نعمة الستر ونعمة التوفيق ونعمة القبول، والتلاتة دول يدخلوا تحت سقف المعية. لو انت تحت معية ربنا، تحت سقف عطائه ورحمته، هيجعل لك القبول بين الناس، ويلقي محبتك في نفوس الناس، وألقيت عليك محبة مني، ووقع تحت عين الله، يعني تحت المعية تحت الستر. ان ربنا يدفع عنك السوء، يدفع عنك الشر،
يرمي عنك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تجد ربنا سبحانه وتعالى مع الطائعين لطيف بعباده، يلطف بك عند الملمات، تيجي الشدة تيجي المصيبة ويروح مطلع لك، يخرج لك من الألم أملا ومن الضيق فرجا، ويحول الشدة إلى شدة. يعني الشدة تبقى محنة وتقول أنا ظهرت أطم، لا ده احنا هنخلي الشدة دي يخرج منها شدة ظهرك تصلب تاني. ومن المحنة منحة، ومن المنحة منحة. كل ده مكمله ان انت في دائرة الطاعة. دائرة الطاعة تخليك دايما ساجد، دايما بتقول يا رب، دايما داعي، دايما عارف ان في حد كبير وعظيم ترتكن اليه. يعني حضرتك شوف رغم الظروف الصعبة للمجتمعات العربية والإسلامية بتعيشها، لكن قيس معدلات الانتحار بشمال أوروبا مثلا في الدول الاسكندنافية، رغم ان دي دول اقصى معدلات المعيشه والرفاهيه، بس الجانب الروحي والوجداني مش موجود. ان انا عارف ان في رب، ان شاء الله الدنيا صعبه بس ان شاء الله ربنا هيعيننا. عندك دايما امل في الله، عندك دايما زي ما الشيوخنا بيعلمونا امل فسيح، بس عاوزين منك الجزء الثاني من العباره عمل صحيح. وبالتالي ده حال ربنا مع الايه؟ مع الطائعين. على العكس بقى تجد العجب العجاب ما حال الله مع العصاه. حاجة عجيبة جدا، وانا عاوز المشاهد يخلي باله لان هم خمس مراحل، وعاوزك تقول انا في انهي مرحلة من الخمسة دول. حال الله مع العصاة اول مرحلة اسمها مرحلة الامهال، المرحلة الثانية مرحلة الانذار، المرحلة الثالثة مرحلة الاهمال، المرحلة الرابعة مرحلة النسيان، المرحلة الخامسة مرحلة الانتقام. الأغف بقى ده في الانتقام ده بقى في ثلاث أنواع. أول حاجة شيء اسمه السلب، أول مرحلة من الانتقام السلب. رقم اثنين المزلة. رقم ثلاثة العبارة الدقيقة اللي حضرتك قلتها وهي الأخذ. شفت بقى حال ربنا إزاي؟ أول حاجة الإمهال. أنت عاصي ممكن تعيش سنة وعشرة وعشرين ويمكن ثلاثين سنة واربعين سنة وانت عاصي وتبارز الله بالمعاصي، ومع ذلك لطيف بك رحيم بك، رغم المعصية ورغم الذنب ورغم الجرم ورغم الإساءة رزاق ومطعم وحافظ. العبارة دي مهمة، كلمة الحافظ. تبقى سايق وانت جاي من معصية ومرتكب ذنب، ومرة واحدة تلاقي حادثة وتروح دايس في رمل، ازاي انت مش عارف؟ ده انت ممكن تكون سكران ولا مرتكب ذنب وتروح واخد واقف حضرتك وربنا يلطف بيك، تقول يا سلام ده كان في حادثة وإيه وربنا لطف بيا. شفت الجمال؟ شوف حضرتك رغم أن أنت عاصي ومذنب، في مرحلة الإمهال عطاء ولطف. خلي بالك بقى من العبارات، في مرحلة الإمهال عطاء ولطف. يسيبك كده سنين أنت على المعصية والجور والذنب والمبارزة بالمعاصي، وهو من ناحية أخرى لطيف ورحيم ورزاق وعاطي ومانع. سنين. طب عاوزك ترجع له، فينتقل بك الى المرحله الايه؟ الثانيه، وهي مرحله الانذار. شويه مرض كده وتظن في نفسك ان الدنيا اتقفلت، تروح تعمل تحاليل فيدوا لك تحليل غلط، فتشوف التحاليل ده فيها كذا وكذا وكذا، فتصاب بالغم، فتروح لدكتور يقول لك لا يعني احنا في مشكله، احنا بقى نروح لتحاليل اكبر الى مركز افضل، فنعمل تحاليل في هذا المركز فيطلع كل اللي انت عندك ده مش موجود. اول معمل يتصل بيه يقول لك احنا اسفين، احنا بعتنا لك ملفات بتاعت واحد تاني. تعيش لك يومين ثلاثه تحس ان الدنيا اغلقت في وجهك، لا مستطعم لقمه ولا شغلانه ولا عيل ولا زوجه، ويروح مطلع لك طاقه النور، طاقه الرحمه، طاقه اللطف. ايه رايك؟ هترجع خدت الانذار ولا خدت فيه ولا حاجه؟ يدي لك تاني، ابنك يعمل مشكله ويلطف بيه، شغلك يحصل فيه ازمه، يعني زي ما تقول قرصه ودن صغيره، ده التعبير البسيط، بس فيها لطف. يعني شوف حضرتك مع لطف. مع لطف، يعني يخسر مثلا عمله، يخسر مصدر رزقه، وبعدين شويه يلاقي في حاجه تانية ظهرت، يفتح له طاقه تاني من العمل. دي كلها انذارات. انذارات. ولذلك لمن يفهمها. الله ينور على حضرتك والمشاهد الكريم. يعني احنا في اول مرحله الامهال برضه في عطاء ولطف، وبرضه في مرحله الانذار في عطاء ولطف. كويس. طيب تجاوزنا لا قدر الله مرحله الانذار وما استفدناش، ومره واثنين وعشره ممكن ينزلك عشر مرات في صحتك وفي ولدك وفي زوجتك وفي عيالك وانت مش عاوز تتعظ، ينتقل بك الى مرحله الاهمال. مرحله الاهمال غير الامهال،
الإمهال كان فيه عطاء ولطف، في مرحلة الإهمال يتركك للسببية. هيتركك للسببية، هتاخد بالأسباب لتحصيل الرزق ترزق. قايم الصبح نايم سهران طول الليل مش فايق للسواقة، جيت تسوق هتلبس، مفيش لطف يعني مفيش لطف مفيش معية. الكام سنت اللي بيخليك تلحق قبلهم دول مش هيكونوا موجودين. لأن أنا قعدت معاك سنين وأمهلتك سنين ونظرتك عشرات المرات وأنت برضو مش عاوز ترجع. طيب. مش عاوز تنيب. خدنا فترة في مرحلة الإمهال، في اللي فهم ورجع وفي اللي ما فهمش. الله ينور حضرتك. السؤال بقى في إيه؟ إن إحنا قلنا للمشاهد شوف أنت فين وارجع هتلاقيه موجود. رحمن رحيم تواب. طب ما فهمش، ينتقل بك إلى مرحلة النسيان. وهنا يحدث شيء عجب. إيه بقى؟ ان الفقير يتغني. ايه الفرق بين الامهال والنسيان؟ الامهال والنسيان يسيبك عفوا الاهمال والنسيان، يعني هو اهمله نسيه بقى يحصل ايه؟ هقول لحضرتك، نسيان الله ليس غفله. نسيانك انت غفله، نسيان ربنا ليك انه يرفع عنك المعيه بالكليه، مش بس كده، ويعطيك وسائل الجور والفسوق عشان تزداد فين؟ في المعصيه. فلو انت فقير يغنيك عشان المال يبقى ايه؟ مش سند لك في الطاعه. ده عشان المال ده اللي بيتقال عليه يمده في طغيانه طبعا. فيبدا بقى يديله بركه في الولد، بس الولد ساعتها البركه مش في الطاعه. يعني الولد يتخانق او ابوه يحصل له مشكله يقول لابوه يا انت هتسيب الناس دول يعلموا علينا، ده انا اروح اعمل لك وسوء، فيجيب لابوه كوارث. مع ابوه في الشر، معيل له في الشر. الزوجة يمين يمين شمال شمال، مش هتقول له اللقمة دي حلال ولا حرام. عارف لما زوجتك تقول لك خلي بالك من اللقمة، ده انذار، ده بيخلي حد يخوفك منه. لان في فارق بين الخوف والخشية. الخوف خوف مع تعظيم، لكن الخشية خشية مع علم. انت عندك خشية، انت عارف ان ربنا قادر ومقتدر. طيب دي النسيان، ومش كده بس حضرتك، يكسر لك في المطعم، في المشرب، في الولد، في الجاه، في السلطان، تجد الدنيا كلها عماله تتفتح لك، وتلاقي حواليك ناس عمالين يقولوا له انت ده انت وانت وانت، وتجد ناس حواليك عشان مالك. دي مرحله النسيان، فتغتر وتنسى ربنا خالص، وتظن في نفسك الظنون، وتقول انا. شوف الانا دي بقى تبدا تنفذ وتتلبس بيك كشخص ويسيبك. ولو رجعت في اللحظه دي برضه هيقبلك، بس انت مش واخد بالك ان الرحمن الرحيم شايفك. طيب ما ينفعش بقى. شوف احنا بقى لنا قول خدنا 20 30 سنه في مرحله الامهال، وخدنا لنا 10 20 سنه كمان في مرحله الانذار. كله في كام سنه يعني؟ ادي كده وصلنا 50 اهو كمان. يبدا بقى العد التنازلي، خاف على نفسك. اول ما توصل عند حد ال 40 اقف، ال 50 تحتسب وتخلي بالك. طب بعد كده مش نافع، وادينا لك كل شيء عشان نرجعك للحضرة، حضرة المعية والعبودية، ينتقل بك إلى مرحلة الانتقاء. وشيء عجيب جدا بقى، هيبدأ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة السلب. مش إحنا قلنا إن المرحلة السابقة اللي هي النسيان ادالك مال وادالك زوجة، يبدأ ياخدهم واحدة واحدة، عشان اللي كان حواليك عشان فلوسك هيسيبك ويمشي، اللي كان حواليك عشان منصبك هيسيبك ويمشي. هيسلبك اهم نعمه، نعمتين مهمين قوي، نعمه الصحه، وانت من الاول ضاعت منك نعمه الايمان. الصحه والايمان، الدين والخشيه من الله سبحانه وتعالى، فيبقى فيه توفيق ولا تيسير، فينزع منك حضرتك نعمه الصحه. نعمتان مغبون فيهما المرء، الصحه والفراغ. اول ما تسلب منك الصحه مهما تكون في مركز مرموق، دولاب العمل عاوز يمشي. فنقول لك يا فندم والله انت اللي علمتنا وانت كذا، بس الشغل عاوز يمشي طبعا، ده احنا نبعت لك الراتب لغايه مكتبك، بس اعمل لنا تفويض. بعد شويه التفويض بدل ما هو جزئي يبقى تفويض كلي، بدل ما هو تفويض توقيع يبقى تفويض اختصاص. بعد شويه لازم نصعد غيرك، لان الدنيا كده طبعا، المنظومه ماشيه كده الالهيه. فيبقى اول مرحله هي مرحله السلب، يبدا ياخد كل حاجه عنك، ثم تجد نفسك وحيدا. يروح بعد شويه بقى ينتقل بك الى مرحله المذله. لا، قبل ما نوصل للمذله في السلب برضه يقدر يرجع. شوف حضرتك بقى، انت هنا في تلك اللحظات
ما دامت الروح لم تصل الى الحلقوم ممكن بس بلطف الاله لو تنبه بقى دي بتاعت ربك بقى دي من يسبق عليه الكتاب. بس خلي بالك البدايات المحرقه تصل بك الى النهايات المشرقه. يعني قليلون من يتمكنون من العوده في هذه خلاص. المرحله اصل في بيرجع بس قليلين في الفتره دي وده هيجي بلحظه إفاقة شديدة معية إلهية وقد تكون تلك المعية مكمنها سلف صالح وقد تكون تلك المعية شيء من الخير فعل ذلك العبد في لحظة صدق مع ربنا فما ينسهلوش نعم ما ينسهلوش لأنه هو العادل سبحانه وتعالى. بس في الآخر تكون يوصلك إلى هذه المرحلة يبقى أنت استنفدت رصيدك كما يقال حضرتك. فيجي بعد كده مرحلة السلب ياخد كل حاجة واحدة واحدة بعدها بقى يبدأ بقى كمرحلة المزلة ودي حاجة صعبة قوي اللي هي يعني مثلا انت كنت الامر الناهي والدنيا كلها كذا كذا طب ايه رأيك بقى وانت كنت بتاكل حرام وبتشرب من حرام وبتاخد رشوة وبتعتدي على حرمات الناس ونظرناك وما ارتجعتش نسلب منك كل حاجة فتشعر بالوحدة وتشعر بعدم القدرة على مواجهة ظرف الحياة. بعد شوية بقى تيجي تتعب ما واخد منك اهم نعمة اهم نعمة وهي نعمة الصحة. في واحد ياخد منه نعمة الصحة بس يخلي حواليه اخواته وولاده يخففوا عنه فيأتي اللطف مع المرض يأتي اللطف مع الفقر يأتي اللطف مع الشدة يأتي اللطف مع الحاجة لكن ده مش هيلطف بيه يعني هيخليه نفس مليانة بالحقد ولادي بعد ما عملت فيهم كل ده يعملوا فيا كده وتلاقي ابنه تاني يوم يروح يرفع عليه قضية حجر ويروح يرميه في مصحة أو يرميه في مكان. وهنا بقى تأتي المزلة بس مش على أي حد يذلك على يد السفلة من خلقه تترمي في مكان في ضر المسنين أو في مكان ويجي لك عامل الله أعلم بحاله ويبدأ يستطيل عليك وانت من كنت وكذا. ثم بعد ذلك نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأخذ. فإذا احنا محتاجين بقى بعد الكلام ده كله واحنا في نهاية عام هجري جديد ان انت تقف مع نفسك واقفة انت فين. طب لو انت من الطائعين اياك ان تغتر بالطاعة فرب طائع نام وهو يغتر بطاعته ورب مذنب بات ودمع العين على خده خوفا وخشية من الله من ذنبه هذا يقبل وهذا يرد. اذا انت عاوزين نرجع لربنا قوي. خلي بال حضراتكم المفتاح اللطف مفتاح التسديد مفتاح التوفيق من الله وما توفيقي إلا بالله مرة واحدة في القرآن ما جاتش إلا العبارة دي هي مرة واحدة وما توفيقي إلا بالله. الإسلام بيقول لنا خدوا بالأسباب اسعوا في الأرض بالعلم اسعوا في الأرض بالعمل اسعوا في الأرض بالأمل خلوكم أمة فاعلة بس خلوا بالكم إن في رب ربنا ده هو اللطيف. كم مرة حضرتك حسيت إن الدنيا كده يعني أغلقت كل الأبواب وجالك اللطف؟ مفيش حد فينا ما جالوش هذه اللحظة من اللطف الإلهي لما تيأس من الخلق فيأتيك النور من الخالق واللطف من الخالق والمعية من الخالق. إذا احنا محتاجين صدق توبة ومحبة محتاجين توبة وصدق ومحبة توبة ربنا نرجع له ونخبط على بابه ونعرف ندخله إزاي ونعرف نتكلم مع ربنا إزاي كيف نتكلم مع الله ده موضوع كبير جدا. إزاي تكلم ربنا؟ انا عشان اجي مع حضرتك احنا مرتبين والشيخ احمد هيجي ومواعيد وتليفونات ولو انا ما عملتش كده انت مش هعرف اخش المبنى في التوقيت ده الا بتلك الترتيبات. يعني ما من مخلوق اذا اردت ان تدخل اليه الا بميعاد. طب ربك يكفيك ان تقول الله يعني أكبر. يعني نقدر نقول انه المراحل حضرتك قلتها بقى يعني شوف بقى الامهال الامهال والانذار والاهمال والنسيان والانتقام نعم ثم الانتقام. بس مش ضروري كل واحد حصل له لانه ممكن الناس دلوقتي بتسمعنا تقيس على حالات انسانيه عايشاها فمش ضروري كل واحد مثلا عيان يبقى هو دلوقتي اللي قاعدين حواليه يبقى هو ده في مرحله كذا علشان برضو الناس ما يلتبس عليها الامر. احنا لما جينا اتكلمنا في باب الصحه او ضيق المعده دي امثله احنا عندنا شيء عظيم جدا وحضرتك ذكرت كده انظر يعني انظر مقامك حيث اقامك ودي من لطائف ومن حكم سيدنا الشيخ ابن عطاء اللي يعلمنا برضه انه قد يكون العطاء منعا والمنع عطاء فيعطيك ليمنعك ويمنعك ليعطيك. وشيوخنا علمونا انه قد يكون التقديم هو عين التأخير والتأخير هو عين التقديم. عاوز تعرف
في فارق بين البلاء والابتلاء. البلاء نقمة والابتلاء نعمة. امتى تعرف ان الرجل ده مرضه او عوزه او شدته نقمة، وامتى تعرف انها نعمة؟ اذا وجدت الابتلاء مقرون بالرضا والتسليم يبقى ده رجل مرقى. واحد تاني بقى في شدة مرضه وفي شدة ضيقه لديه فجور مع الله، ما يعرفش يعني ايه كلمة الله، ما يعرفش يعني ايه جبهة تسجد لله، ساخط ناقم. الله ينور على حضرتك. يلوم الله لا طبعا لا حول ولا قوة طبعا طبعا. ولكن التاني عالم نظرة الى السماء مكمنها، عالم بحالي يغني عني وعن سؤالي. سجدة لا كلام فيها ولكن تسبيح عبد أدرك أنه في معية رب تواب ورحيم وغفور وشافي. سيدنا أيوب يقعد أكثر من 18 سنة مريض، فزوجته تقول له يا نبي الله ادعو الله عز وجل أن يمن عليك بالشفاء. يقول لها بقالي كم سنة عايز صحيح؟ قالت له 70 سنة. وبقالي كم سنة مريض؟ 18 ولا 17 سنة. أستحي من الله أن أسأله أن يرفع عني البلاء حتى تتساوى سنوات صحتي بسنوات مرضي. وأكثر من ابتلي من الصالحين كان يدعو الله ألا يجعل البلاء يصل إلى لسانه حتى لا يوقفه عن ذكر الله. أنت في شيء اسمه فقه العلاقة مع الله. علاقتك مع ربنا لها أربع أركان رئيسية. الركن الأول هو ركن الثقة، الصلة. الركن الثاني ركن الاستسلام. الركن الثالث ركن الثقة. الرابع الأخذ بالأسباب. خدنا الأربع أركان دول منين؟ من أم سيدنا موسى. ربك بيقول في القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال لك وأوحينا، يبقى في موحي وموحى به وموحى إليه، يبقى في صلة. طيب دلوقتي حضرتك أشرت إلى حال ربنا مع كل من الطائع نعم والعاصي نعم. طيب اللي في المرحلة الوسط اللي بنقول عليه المقصر، أي يعني مثلا بيأخر الصلاة شوية، يعني ما بيصومش، طبعا بيصوم الأوقات الفروض لكن يعني ما بيقومش الليل، ما يعني في بعض الأحيان بنسميه مقصر يعني نعم. المقصر ده هل بيندرج عليه نفس التدرج ولا ده موضوع تاني؟ لا ده قضية تاني. ده في دائرة اللطف، في دائرة المعايير. الإيمان يزيد وينقص. هو مقصر وهو يعلم أنه مقصر، وأنا أعرف ناس كتير في هذه الحياة يعني هو همته على الطاعة أو على العبادات قليلة، ما بيقدرش يعني بيكسل ينزل يروح المسجد، ما بيقومش الفجر مثلا صعب عليه فما بيقوم الصبح بيصلي، تلاقي الظهر يأذن أو العصر أو ما يقومش في أول اللي يستنى ساعة كده ويقول لسه فاضل ساعة ويبص في الساعة كده، ما العصر مثلا والظهر 12 يبقى لسه قدامي ساعة 3 ساعات ولا كده. ده بقى إيه؟ وده حال ناس كتير بالمناسبة. لا زال ذلك العبد في باب اللطف وفي باب المعية، ولو أن الباب أغلق ما دله عليه. يعني لو ربنا مش عاوزه كان غلق، كان اغلق الباب في وجهه. ازاي بالك مش هيوفقه للطاعه اصلا؟ اصلا كونه عمال ياخدك لباب الطاعه، كون عمال يشدك للطاعه، كل شويه يدخلك الى بيتك، ودي نعمه. ولذلك احنا قلنا بقى عشان تقوي علاقتك صله، اثنين واوحينا لموسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه، استسلام، انا ردوه اليك، ثقه، وجعلوه من المرسلين. طيب مع ذلك وقالت لاخته قصي، يبقى ادي علاقتك بربنا بقى اللي تبدا تشتغل عليها كتكمله لما قلناه. عندك سوى بالله والصله ذكر وقران وتسبيح، وعندك شيطان. الشيطان ده قال لربنا ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولا المعوج؟ المستقيم. اذا صاحبك اللي هو انا اللي انت بتسال عنه ده انا وحضرتك كلنا هنقع في تلك الحفره. ايه الفارق بقى عشان نختم؟ الفارق بين واحد وواحد حضرتك ايه؟ الوقوع في الحفره. في واحد يقع في الحفرة يجد واحد فيستطعم، واحد تاني أول ما يقع عمال يحافر عاوز يطلع. هي إلى أي درجة تستطعم الحرام والبعد عن الديان؟ أول ما تقع قوم وحافر واعرف أن ربنا تواب رحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، بنشكرك شكرا جزيلا.
ويعني ندعو الله دائما أن نكون دائما مشمولين بصفات الجمال اللهم، وأن يعيذنا من صفات الجلال. يعني فقرتنا لسه ممتدة إن شاء الله، بعد هذه الفقرة هيكون في لقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، تكلمنا عن بعثة الحج مع زميلتنا منى شكر، وبعدين لسه فقرتنا ممتدة على مدار اليوم في صباح الخير يا مصر. دائما تابعونا. يا رحمن ساعدني يا رحمن.